طالع ضايق خلقي. فوت فوت وبلع لكم صدي. ما بكفي طول النهار وانت نايم ومدفوس طالعني اخر الليل تصرح بالشوارع؟ خير شو في؟ طولوا بالكم. لسه بتقول طولوا بالكم؟ عم تحطي راسه براسي للفصحون؟ اعوذ بالله، والله مو قصدي يا ابو وائل، يعني معقول حط راسه براسك ولا براس اي واحد فينا؟ انت تاج راسنا كلنا. ايه بابا، انت تاج راسنا كلنا، وانا راسي تحت صرمايتك لانك عم تطعميني. بس انا الله غناني على هاللقمه هي. انت دائما بتقلعني وهالمره طالع لحالي انا، وما عاد تشوف وشي غير لما اقدر احصل حالي. انت مين جاب سيرة الاكل؟ شوفي شوفي لكل هالشي. الله يلعن الشيطان، والله ما قصدت هالشي. المصاري صارت معي، لازم اعرف الابن الحرام وين اختفى، لازم انتقم. كل شيء صار جاهز. الو مرحبا. شو نسيت صوتي بابا؟ انا مروان. بخير، كيفك انت؟ بابا بدي اقول لك انا حابب اشوفك. لا لا، مو عندك، باي مكان تاني. بابا مستحيل اجي لعندك، اذا عندك رغبه تشوفني فباي مكان غير بيت مرتك. بابا شو رايك امرق لعندك اخذك بسيارتي؟ طيب، بس بدي منك طلب، ما حدا يعرف انه بدي اشوفك. خلص، معناها بكره الساعة 1 بكون تحت البيت. شكرا كثير بابا. والله ما عاد ارجع لهز اللي وبدي موت. العمو فوق هز اللي وكل شي معي ما بيطلعوا 35 ليرة؟ الحمد لله اللي فيه مروان. خير في شي هلا؟ شايف بتمك في حكي. وين رايح؟ مشوار مهم؟ ايه والله، عندي مشوار وموعد مع تاجر جاي من اليمن. في شي؟ سمعت شغلة بس ما بعرف إذا إشاعة ولا حقيقة. ها، وشو هي الإشاعة؟ معناها طلعت إشاعة. احكي لي شو هي الإشاعة؟ سمعت إنك عازمني على العشاء. يعني عريشك رعبتيني، فكرت في شي؟ على كل حال أحلى عشاء لأحلى وهزة. لا لا لا، ما بدي إلي هيك عن ضيفك اليمني. لا يا حبيبتي، كله شغلي ساعتين زمان وبخلص، بس انت حضري لي حالك. ماشي، معناتها رح خبر في راسه كين ده مشان يحضروا حاله. لا يا نهلا، لحالك، قلتلك لحالك، غنيلك ياها، لحالك، لحالك، والله لحالك. هاي خجول، بتصدقي بالضبط مثل بنات اليوم. لندا يا خجول، لك بربي، بربي انك واسني، واسني. حالي لحالي، المهم نتفق مع بعض لحتى نقدر نضبط الأولاد. ماشي.
شو بدي اعمل؟ يلا هلا بكره عشيه اذا ما طلع من هون شيء لازم اتصرف انا. احسن شيء بروح لعند عمها عبد الوهاب واحكي له. ايه بروح عند عمها عبد الوهاب وبحكي له شو فيها يعني. ايه بس مسكين ما رح يطلع بايده شيء. ايه والله حماتي بتاكله من دون ملح. طار حبيب القلب. شو صار بعدين؟ ليش كنت تتمسخر وانت عم تقولها؟ لا لا مو قصدي. كملي يا سيدي وشرف الافندي. بصحتك انت والافندي. شو صار بعدين؟ بنتي الله يرضى عليك اسمعي مني، انا ما بدي الا مصلحتك، انا ما عندي هم بالدنيا غير انت يا امي. الله يرضى عليك، هذا شاب منيح وادمي، تجوزي لك امي، خايفتك تعنسي، والبنت متى ما صارت بعمري ما بقى يفيدها شيء. قصدك جمالها؟ لا تخافي امي، انا حلوه ولسه جمالي بيخدمني سنين، واذا مرقوا السنين بيروح الجمال وبيروح العريس. طيب شو بيشتغل؟ موظف عن تاجر كبير. يا حبيبي يعني وظيفة مو ثابتة. عنده بيت؟ ورتان، بيت صغير بس أبو. وما رح يسأل علي؟ ليش أنت شو عم تعملي؟ شو اسمه؟ اسمه خالد. بدك الصراحة؟ ما صار لازمني عريس، بس بدي إياه يكون حمار، إذا كان حمار باخده. لك شو جنيتي أنت؟ بالعكس ما جنيت، عم بحكي عن العقل، خليني اشوفه اذا كان حمار باخده. وتوتي توتي خلصت الحدوته، حلوه ولا فتفوته؟ لستي فتفوته، حكايتك ناقصه يا ست غاليه. ليش؟ وبايخه كمان، لانك حكيتيها مثل ما بدي. كيف بيناسبك مش هتطلعي مظلومة؟ ليش؟ بس لعب بكاسي بقلك ليش. يوهو وين سهياني بابا؟ في شيء؟ لا بابا ما في شيء، بس هيثم قال لي انه جاي وتاخر. طالما قال لك انه جاي معناتها جاي، والغايب عجره معه. بابا؟ شو صار بيناتكم انتو؟ بابا طالما هيثم جاي هلا بيجي وبتفهمي منه، ليش عم تساليني الي؟ اي ستوب. الطبيب قال انه انا لازم اتمشى يوميا. انا اليوم مشيت بما فيه الكفايه. مشان هيك انا رايح نام واتركك بهالجو الرومانسي الحلو. يا الله في قمر. ايه بابا يا الله تصبحي على خير. انت من اهله بابا.
طول عمرك يا أبو فراس وأنت هاملني ونسياني، وأنا متحملة وساكتة، بس تهمل ولادك؟ لا لا. سعدي ليش عم تطلع فيي هيك؟ سعدي رد علي. اسمع سعدي، انا هلا ماني عم احكي مشان ادافع عن نفسي. بس الظاهر انك مانك عرفان مين متجوز. انا انسانه بحترم نفسي، وتربيت ببيت اهلي على مبادئ ومعاني صارت اصيله فيي وعم تجري بدمي، ولا يمكن اتنازل عنها قدام اي ظرف او اي مغريات، ولا بدافع عنها الا كرمال حالي بالدرجه الاولى، بعدين جوزي واهلي والمجتمع. يعني كافي مغريات؟ لك انت شو عم تحكي؟ لك الغيره حتى ما خليتك تفهم كلامي. لك انا شلون بدي فهمك؟ شلون بدي ريحك وارتاح؟ في حل. هات اللي من شان الله. حلفي لي على المصحف انه ما صار شيء. شو قصدك بصار شيء؟ اي شيء صغير او كبير، اصغر كلمه غزل او لو طلع فيكي تطليعه مو طبيعيه، اي شيء اي شيء. هذا الصغير وشو الكبير؟ شوف سامي، على المصحف ما بحلف مو لاني عامل شيء، بس لانه القضيه قضيه مبدا، وانا بعرف حالي تماما شو انا. ها زلاتي يلا عملي لي هذا مبادئ وشعارات. لك يا عيب شو عليك؟ يا عيب شو عليك؟ لك هيك؟ والله ماني فكرتك هيك. خلص انا اليوم فرضت بكفي. كفي؟ ويني أنا بالحكاية؟ ها؟ ولا نسيتي إني عرفتك قبل ما يجي الحمار؟ يعني أنا كنت رح أطلع الحمار يا خانو، وحمار تفصيل على زوجك. بس أنت ما بعتت لي أهلك. ما بعتت أهلي؟ يا حزرك ليش ما إجوا أهلي؟ ها؟ أنا رح ألك. تذكري يوم جيت لعندكم وطلبتك من امك؟ يوميتها طلعت فرحان وطاير علي. بتعرفي ليش كنت فرحان؟ لاني حبيتك، عشقتك. ومن فرحتي قلت لحالي لازم جيب لك هديه بهالمناسبه، ورحت على الصاغة عشان نقي لك هدية تناسب جمالك وتناسب حبي لك. وبالصاغة شفتك مع أعز صديق لإلي، وأنا عرفتك عليه. شفتيني؟ مو صحيح. شفتيني.
صلي على النبي يا رجال ومد ايدك كل لقمه. صحتين سلمك اللي انت، انا مو بنفسي. طيب مشان شرب كاسة الشاي. سديني يا عيوني مالي نفس، عرفاها زعلان ومقهور كتير يا سلمى. قديش كنت متمني يكون عندي ولد، قام الله اكرمني وجاني ولد. قلت لحالي الشي اللي انحرمته بصخري وما جاب لي يا ابي راح جيب له يا لابني. بدي علمه بأحسن مدارس، وهي علمته بمدارس الحكومه ما فلح، تم يسقط بصفه لحتى قلعه. دخلته مدارس خاصه وجبت له احسن اساتذه، ولكن ويا للاسف ما بيض الوش ولا رفع الراس. زعلان زعلان ومقهور كتير يا سلمى. قومي الله يرضى على اسمك، قومي جيبي لي باكيت من جوا. هاي الباكيت جنبك. خلصت. شو بك يا زلمه؟ صحتك بالدنيا؟ صرت شربان باكيت من وقت اللي اجيت لهلا. بعين الله، قومي الله يرضى على اسمك، جيبي لي باكيت تاني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. شفتيني؟ مشان هيك ما عدتي سألتيني عن أهلي ليش ما يجوا لعندكم؟ يا ليس والله العظيم ما شفتك، والقصة اللي قلتها كلها كذب بكذب. ليكك هبتقولي ما شفتك؟ هلا قلتي ما شفتك، هذا اعتراف بانك كنتي معه. شو بدنا؟ يومتها اشترى لك خاتم ورحتي لعنده على البيت. مع ذلك بجوز تقولي لي هذا اللي حكى لي القصة كذاب. يا ستي كذاب. بس انت ليش ما سألتيني عن اهلي؟ ليش ما اجوا يخطبوكي؟ ليش؟ واي بلا بلا. طيب ليش ما حكيتي لي عن علاقتك الوسخة بحسام قبل اليوم؟ يعني وقت اللي كنت بدي اخطبك ليش؟ اسمعي غالية، كل شي حكيتي كان مزبوط، بس كان ناقصه اهم شي واللي هو انك انت طلعتي وفتي كتير، بكل مرة كنت عم تغلطي، وكل مرة انت وعم تغلطي كنت عم تدوري على الحمار، ولو ما كشفتك بالصدفة كنت طلعت انا هذا الحمار. انا كنت بدي اطلع هذا الحمار اللي عم تدوري عليه. لا 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 لك لا. شكرا بدي لك لا. شكرا بدك. ليش كنت عم تعملي؟ ليش؟ لا. ها؟ هيثم حكيت للبابا؟ طلع بيعرف من وقت الحادث. وشو قلك؟ بارك زواجنا. لكان ليش رحت؟ ما قدرت اصمد قدام كرمه. أنو كرم؟ إنه بارك زواجنا؟ مستقلي هالشي؟ مستغربي إنك تسميه كرم. هيثم ليش بابا حزين؟ ريم أنا لازم سافر. لوين؟ سمعت إنه في علاج لحالتي برا. طيب نتزوج ونسافر سوا. لا بتعالج بعدين نتجوز. هيثم أنت ليش عم تهرب؟ في حدا بيهرب مني غير إذا كان مجنون. شو قال لك البابا؟ جد عم قلك بارك زواجنا. صادق بس في شي تاني أنا ما بعرف. وين عمو؟ بغرفته عم يستناك. انا رح اطلع اشوفه. مو قبل ما نخلص كلامنا. رح نحكي كتير بس هلا لازم اطلع اشوفه. روح لعنده.
أكيد ما بدك يعني يكون معكم. أنا جيت لعندك بناء على طلبك. يا حبيبي اللي بدي اياه رح اقول لك اياه بدون مقدمات. هيثم لا تكون قاسي على ريم. لازم تكرهني حبيبي، بهالطريقه رح تتعلق فيك زياده. الدرب اللي ماشي فيه رجع عنه، لا تزعلني منك، الله يرضى عليك. مستغرب؟ كنت أب إلي وقت اللي باعوني أخواتي، كنت صغير ولولاك كان ضاع حقي كله. أنا شغلتي إنه تدافع عن المظلومين. شجعتني كمل دراستي. أبوك الله يرحمه وصاني فيك وجوزتني بنتك وطلعت بتستاهل، وهلأ بدك تجوزني ريم وأنا عاجز. أنت قوي، انت هيثم، انا عايش بكليتك، ولا نسيت؟ كليتي هي الشيء الوحيد فيني رح يروح على الجنة. هلا كانوا عم يحققوا معي. اسمع، اذا بدك انا ممكن ساعدك، انت بس قل لي شو بدك. بدي تساعدني ريم تكرهني. ونص ونص كمان ونص. قدي صاروا ونص صاروا واحد، ونص ونص صاروا اثنين، ونص ونص صاروا ثلاثة. قدي صاروا شو هدول؟ صاروا واحد كامل واربع نصاص. ما فهمت شي.
لكان لف لي كل شيء لحال وكتر لي المايونيز. قصت لك سيارتك استاذ. لكان خلي لك نص فروش وهيك قديش صاروا. الله يرزقك يا استاذ. رح لف لك المشوي لحال والبروستيد لحال. وازنه. لكان الله يرضى عليك لف لي بس المايونيز لاني انا ما بحب الفراريج. الله معك. سكر. الله معك استاذ. مهونه. ميرسي. الله معك. ألف أرابي. أنت تعشيتي مع الفرابي ولا تعشيت مع نص ونص ونص؟ وائل وائل أهلين مروان. خير شو في؟ لا بس هالمرة بكيفي. قوم يلا قوم فوت. وينك لهلا يا زلمة؟ شو ما بتعرف انه في وراك مشردين؟ لا قوم بلا غلاظة بقى. هذا اللي صار معي. بعدين انت وينك للساعة 3 الصبح؟ وين كنت صاير؟ كنت عن بيت عمتي. روح اكذب لك شي كذبة تانية. اي والله جوز عمتك بالنهار ما بيستقبلك نص ساعة ليحواك للوقت المتأخر. هلا انت جاي تحاسبني؟ قلتك شحاد ومشاري. حل عنا يا عم. لازم اتخلص من المسدس والمحفظة. لازم.
ابني. قوم يا ابني قوم. خير يا ابني؟ فيك شيء؟ لا لا ما في شيء، بس راحت علي نومي. قوم على البيت، كون اهلك غليانين قلبهم عليك. قوم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا مروان! مروان! تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال يا سلمى. اللهم اغفر لي ما تقدم وما تأخر من ذنبي، ورجعني ابني وائل، واهدي الى الصراط المستقيم يا ارحم الراحمين. طول بالك يا رجال، هلا ما بتلاقيه الا دق الباب وفات. شو هاي اول مره بيطلع من البيت زعلان؟ بس هالمره غير كل المرات يا سلمى، انا كسرته، بس والله العظيم ما كان بقصدي، انت بتعرف هالشيء. طول بالك يا ابو وائل، انت اكبر من هيك. بس انا غلطت، غلطت يا سلمى. ما في أصعب من أن الأب يمنن ابنه بلأمته. يو شو الحكي؟ مين قال أنك مننته؟ ابنك هيك فهمها، مشان هيك ترك البيت ومشي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سوي لنا فنجان قهوة وهاتي لي على الليوان. على عيني. قوة إلا بالله العلي العظيم. لك شو قصتك أنت ها؟ بدك تشنطني لما بدك تفرزني؟ لك ما عاد فيك لا جنس الحياة ولا جنس الخجل. لك ما بتخاف يوقع الكتاب بين إيدين أختك يا سفيه؟
كنت مخبيه ما كنت رح تشوفه انت. لك وحضرتك ليش حتى تجيب هيك كتاب تافه؟ لك شو رح تستفيد من السخف هي؟ بدل ما تمسك لك شي كتاب تنتفع منه. وليش هذا الكتاب ما بينفعني؟ لك يا ابني يا حبيبي هالكتب ما بتنفعك. شو عرفك؟ فوق شي الي مش عم ترسك. روح روح حبيبي. بس بقدر رجع لصاحبته لصاحبه. روح روح طلع من وشي عشان ما تمشك. شو هالولد يا ربي هالولد؟ منين اجتني المصيبة هي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أكيد أبو ماهر مكموش وحاكي شي. بدون يعني أغلط واتصل بأبو ماهر مشان هيك قالوا لي هربان. مرحبا جمال. شو؟ شايفك مستني. مستني؟ أخو ما رأي شي؟ لا بس على فكرة مبارح أمك قلعتني على التليفون. إيه ولا يهمك لا ترد عليها. شو ليه مستغرب؟ مستغرب لأنه هي أول مرة بتحكي هيك. إيه هنن السبب. السبب بشو؟ أخي أنا بدي أتعرف على بنات وبدي أحب بنات. تعرف وحب مو رجال أنت؟ رجال وأرجل منك وخصم عنك كمان. روق جمله شبنا عم نمزح معك. إيه لا تمزح هيك مزح. طيب يلا تعال نفوت على المدرسة قبل ما يسكروا الباب. تعال يلا. أنا ما بدي فوت. روح فوت لحالك. وين رايح؟ على الهفا. شو بدك فيني؟ طيب شو رأيك نروح نزور ماجد؟ بركي ما ملاقي عنده حدا. والله ماني حسنان حط عيني بعين أمي وأمي. ماشي يلا. أكيد عم يراقبوني. أنا آسف مشان مبارحة لأني كنت مشغول مع تاجر سعودي. الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. بس مو قلت لي التاجر يمني؟ هو يمني بس معه جنسية. ها إيه. على كل حال معليش ملحوقة. اليوم رح فضي حالي. يعني لو كان عندي شغل الذهب رح بتركه كرمالك وأخذك على أفخم مطعم. مو مهم المطعم يكون فخم. المهم نقعد أنا وأنت ونحكي مشان الأولاد. في شي؟ يعني حصل شي جديد؟ لا لا ما في شي. بس أنا حاسة إنه في راس. يا نهلة أنا ما بهمني الأحاسيس، بدي وقائع. في شي تفضلي قولي. ما في شي خليني أمشي لأني تأخرت كتير على شغلي. لا ما في شي. خلص تيسر على شغلك. شغلك أهم. مهوني. باي باي عيوني. الله معك. لا تنبرى لساني وأنا أعملكم لزيارة ممنوعة. لا تخلوني أتصرف. طيب إذا سمحت بس افتح لنا الباب نسلم عليه من هون ما نفوت. ما رح يعرفكم. إيه أمه وأبوه ما عرفهم. تعوا تعوا لألكم رح افتح لكم الباب وتشوفوه بسرعة. الله يوفقكم ما بدي مشاكل. خلص وحياة الله نسلم عليه بسرعة ونمشي دغري. لك ما قلت لكم ما رح يعرفكم. تعوا تعوا يلا. ماجد
ماجد؟ ماجد أنا فراس. ماجد أنا جمال. لا 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 ل